دعت إسرائيل محكمة العدل الدولية إلى رفض مطالب جنوب إفريقيا بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة. جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، حيث أكد تال بيكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمة الإرهابية الأخرى على حد تعبيره.